وأيضا كان قيم جدا. كما تعلمون بأن مؤتمر الأطراف 27 كان في وقت حاسم وحاتم بالعديد من التحديات، كما كان يتعافى العالم من الكوفيد وأيضا الحرب التي كانت في أوكرانيا كانت أيضا موجودة في ذلك الوقت. وأيضا هذا يشهد على التأكد على العمل على أهداف التنمية المستدامة وأهداف التغير المناخي. وأيضا نحن نعمل على العناصر والعوامل التي هي موجودة في القائمة معا من أجل تطبيقها، ليس فقط هي شعارات لمؤتمر الأطراف 27، ولكن هي التزامات وهو تركيز كبير على تطبيق على النحو نفسه في الميدان. هو نداء نحن قد قمنا بالاستجابة له معا، للاستجابة إلى جميع الأدوار وأيضا التمويل والتمويل وبرامج التمويل في برامج التكيف المناخي. وأيضا رأينا الحالات والالتزامات لتحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي. قد استمعنا إلى جميع الأصوات من المؤسسات المالية فيما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على التكيف المناخي، وأيضا بينما عملنا مع التعاون الخاص بمراكش وأيضا التعاونات المختلفة من مؤتمر الأطراف 27 في مكافحة التغير المناخي. كما نتحدث أيضا عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف، نحتاج أيضا إلى التقييم الخاص بذلك والخاص بالدافع وتحقيق الإلهامات التي نأل إليها، ونستمع إلى جميع الأصوات من المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي. وأيضا هذا الجانب يجب أن نهتم به جميعا لعدة أسباب. الأول، لأن أكثر ما نحصل عليه من الحلول وأيضا من الأفعال والالتزامات هي مؤسسة على ما نتمناه، وهذا ما سوف يمكننا من تحقيق هذه الظروف في الأهداف المحددة. وأيضا ما نتحدث عنه من خلال الالتزامات التي قمنا بها في شرم الشيخ سوف تقوم بتوفير مليارات الدولارات في المستقبل، وأيضا سوف نعمل على تمويل ذلك في هذا الوقت. وأيضا نحن علينا أن نصل إلى 1.2 من حياد الكربون كما اتفقنا في اتفاق باريس، ونحتاج إلى العمل على ذلك أيضا مع الدول النامية، وأيضا يجب أن نعمل على ذلك مع الجزء الثاني الخاص بالتمويلات من الدول النامية. بالفعل يقل ذلك فيما يتعلق بالاحتياجات، وأيضا هذا يمكن أن يزيد التمويل ويزيد المبلغ على الدول النامية. لذلك يجب أن نعمل على ذلك وأن نقوم بتدقيق التمويل، وبعد ذلك نحتاج إلى اكتشاف أيضا الفرص في الدول التي هي ملتزمة في برنامج وفي اتفاق باريس. وأيضا علامة أخرى قد رأيناها هي علامة مقلقة، هو انخفاض الإتاحة الخاصة بالطاقة وأيضا بالموارد والمصادر، حتى من خلال المحفزات وأيضا من خلال ربما تقليل الضرائب، حتى تكون هناك تنافسية يعمل على شأنها تنوية المصادر في الدول النامية. وهذه الأشياء التي نحتاج إلى العمل عليها واعتبارها وإدراكها بطريقة كبيرة، ليس فقط كجزء من البرنامج، لأنه يمكن أن يكون هناك
أشياء التي هي متعلقة بمساء اتفاقية باريس، وكما أخذنا الخطوة إلى الأمام في مؤتمر شرم الشيخ، نحتاج إلى التحدث عن هذه النقاط للتأكد من تحقيق الأهداف بجهودنا وعدم ذخر الجهود. كما أنا اليوم أقوم بتسليم الرئاسة، وكما تقوم دولة وكما تقوم جمهورية مصر بتسليم رئاسة مؤتمر التغير المناخي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى معالي الدكتور سلطان الجابي وفريقي. نحن متأكدون بأنهم سوف يقومون بتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف. أيضا بأن تحت قيادته الرفيعة وقائمته التي سوف يعمل عليها سوف يقوم بتحقيق هذه الأهداف، وسوف يقوم بدفعنا خطوات إلى الأمام إلى تحقيق هذه الأهداف. مرة أخرى أنا أشكركم وأتمنى لكم مؤتمر مثمر في مؤتمر الأطراف 28.